يلا يا جماعة، أستاذ صلاح سليمان أيضا المحامي عايز تعليق على أستاذ صلاح. أهلا بيك، اتفضل. أهلا بيك يا أستاذ وائل، اتفضل. تحياتي لمشاهدينك الكرام. أنا بس بتكلم عن الأستاذة تهاني، وهي يعني أنا هتكلم إذن لي بثلاث صفات. الصفة الأولى كراجل متخصص في الانتخابات، الصفة الثانية كقانوني، الثالثة كصفة إنسانية. اتفضل. أولا السيدة الفاضلة وهي عزيزة على قلبي ارتكبت ثلاث جرائم للأسف الشديد. الجريمة الأولى المادة 65 فقرة 2 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تجاوز 200,000 جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير. طيب كاذبة، هي في يقينها أنها مش كاذبة؟ يا فندم انا بتكلم عن اذاعه الاخبار. اكمل لك بقيه نص. انت قلت اذاعه اخبار كاذبه يا فندم، بقول لك اذاعه اخبار بقصد التاثير في نتيجه الانتخاب. لكن حتى لو الاخبار سليمه هي لا الاخبار. ما انا بسالك في النص والله، ما برجعكش يعني. اتفضل. لا عفوا يا فندم، بقيه النص لو المرشح استفاد من ده تعاقب، تضاعف العقوبه. الاخبار كاذبه يقينا. ليه بقى؟ الموضوع الثاني بس ازاي اقول لك الجريمه الثانيه بسرعه، اللي هي خرق نص الصمت الانتخابي. وللاسف استاذتي الفاضله وقضيه دستوريه وتحدثت في هذا الامر لانه حق دستوري. الدستور يضع الحقوق التي تنظم بواسطه القانون، ولا يمكن تطبيق النص الدستوري بمعزل عن القانون. القانون بيقول مخالفة المادة 68 بقى هنا غرامة ما تقلش عن 10,000 جنيه وما تزيدش عن 100,000 جنيه. مخالفة الميعاد اللي هو بالنسبة للصمت الانتخابي. الأهم من ده نرجع بقى للخبر، هل هو كاذب ولا لأ؟ ليه؟ هي قالت إن في صفقة تمت، والصفقة تمت في العلن، في العلن، وتصوروا. فأعتقد لو تمت بالطريقة دي يجب أن يحاكموا بتهمة الغباء، يعني اللي هو متآمر وبيتعامل بالأمر قدام الناس يعني. دي أول حاجة. تاني حاجة اللي هي قالت عشان رصدنا عدد كبير جدا من قيادات الاخوان قامت بالتصويت. يا استاذ وائل، عدد من صوت في الخارج كل المصريين اللي صوتوا في الخارج اللي ادوا حب مصر وادوها وادوا بقيه القوائم الثانيه لم يتجاوز 40,000، ودول تقريبا يعني يساوي 40,000 بس. في المرحله الثانيه في حدود 40,000، يزيدوا 2 ينزلوا 2، لكن الرقم ما يزيدش عن كده يعني 42 38 في حدود 40,000. لا تتكلم الخارج والداخل كمان، انهم دعوا انصارهم في الداخل للتصويت لحب مصر. قالت الخارج، قالت في الخارج، ده واحد. اثنين، ليه بقى؟ الفكرة الخارج ان قالت ان في قيادات رصدناها، قيادات معروفه. طب يا استاذ وائل التصويت بيتم فين؟ في القنصليات ومقر السفارات. وحضرتك تعرف كويس قوي ان دي ارض مصريه، ولو في احد من قيادات الاخوان اللي محكوم عليه بحاجه ودخل ارض مصريه يتقبض عليه فورا. فدي جريمه ما تمتش. لا، ما هو ممكن يكون من قيادات الاخوان بس مش محكوم عليه. يبقى مش معروف، يبقى هي ما تعرفوش. لا يعني عايزك قيادات معروفه لينا. مش معروف ومش محكوم عليه، في النهايه هم 40,000. ده دايره صبرا. بس هي اتكلمت عن الخارج والداخل يعني، لان انا سالتها واتكلمت عن الخارج وده. طب خلينا ايه اللي بعد كده يا استاذ صلاح عشان بس اخد الاستاذه حنان تاني، اتفضل. ان هي الخارج والداخل، اهم حاجه المرحلة الثالثة بقى. أنا بتكلم كقانون يرتكب الثلاث جرائم، وقالت أو أنا خالد دستوري إن ده حق دستوري إن أنا أختار الناس. لا يا فندم، حضرتك اخترقت الصمت الانتخابي بمؤتمر بالحديث عن قائمة انتخابية أنت عضو فيها، عن قائمة انتخابية منافسة ليكي، وأجريتي بأخبار إن صحت، ودي الجريمة الثالثة لأوجبت عقابهم. الآخر حاجة بقولها فيها وهي أستاذتي وأنا محامي وهي أستاذتي الشخصية، بقول لها يا سعادة المستشارة تهاني الجبالي ما تستحقش منك كده، ارجوك توقفي عن هذا، لان فاتي معزه ورصيد عندنا وعند المصريين ما تستجيبوش. شكرا. بتوجه لك بالشكر.